يقول السائل: امرأة كبيرة في السن حجت في هذه السنة، وفي طواف الوداع حصل لها عدم اتزان فلم تتم طواف الوداع، وذهب بها أولادها مباشرة إلى المطار ورجعوا إلى بلدهم، يقول ماذا عليها؟ يعني ما كملت طواف الوداع، نعم، يكون عليها فدية، تركت واجبا من واجبات الحج يكون عليها فدية، تذبح في مكة، وإذا لم تقدر على الفدية تصوم 10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ، وفقك، الذبح يكون في مكة، وأما الصيام فيجزي في كل مكان. نعم.